السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الحاج الفاضل عارف عبدالله الحراح شأبه. لا، عارف عبدالله صلاح وبس. صلاح حراح شاهي الحمول اللي مانا فيها. ماشي. لأن القشان العرب والملك لله اسم عارف اسم عبدالله صلاح وبس. عظيم يا حاج. والمصلح كمان القشان. طيب حجي، هذا الجزء هو الجزء الرابع من هذه المقابلة. حجي، تتذكر بدنا نحكي عن الموروث الاجتماعي، الأعياد الدينية والمناسبات الاجتماعية. شهر رمضان الفضيل حجي، كيف كنتوا تستقبلوه؟ بقى له هيب شهر رمضان مع الصغير والكبير. يا عيني على أخ بس أخ على أول اللي مات قبل الله بحبه، والله الله بحبه. أنا أصلا مبسوط من الله اللي أبوي مات بهالهون، بقت العالم بعد مثل بعضها، والله إني مبسوط. والله اللي ما شاف الفساد هاب ولا شاف الحل إيش يبي. طيب يا حجي، في أكل خاص كان في شهر رمضان؟ أكل خاص؟ نعم، كل واحد طالب خمسة على بكرة. يعني حجي قصدي أنا كان في مثلاً قمردين، في حلاوة، في شو اللي بدك إياه موجود إلا ما ذاك الماء اللي بدك إياه كله إلا الأكل كل شيء. لا أنا قصدي برمضان حجي. هو برمضان شو بدك موجود؟ كان يسوي شوربات أكثر مثلاً، سلطات أكثر، وملوخية فيه، وعكوب فيه. طيب حجي، كنت سمن فيه. كنت تفطر على الأذان ولا على المدفع؟ لا على الأذان، فيش مدافع. مين كان يأذن عندك؟ الخطيب. الخطيب؟ الشيخ إبراهيم. طيب وتفطروا مع بعض الناس ولا كل واحد في بيته؟ كل واحد بداره. ما في جمع مع سوا؟ لا ما في. بالمنزول يا حجي؟ منزول إذا واحد غريب بروح له الأكل والفراش أحسن من بيته. طب مين كان يسحركم يا حجي؟ سحرنا يطلع واحد يضرب على السطر الفاضي بالليل يقعدهم من النوم ويتعجن المرأة عجينة تروح على الطابون وتطلع لنا خبز عويص كل الريفة يقدر ونسحها. عظيم. بقينا مكيفين. طيب حجي، الزكاة كنتوا تدفعوها؟ زكاة الفطر. صلى على النبي. بقى زكاة بقينا ندفعها على كيف؟ حبوب ولا؟ لا حبوب على الميزان. نعم. والله على الميزان. طيب حجي، كنتوا تصلوا التراويح يا حج؟ تراويح؟ نعم. ولا بنعرفها. ليش؟ طيب عيد الفطر السعيد يا حج. عيد الفطر السعيد. شو كنتوا تعملوا فيه يا حج؟ شو بدنا نعمل؟ كيف كنتوا تستقبلوه يا حج؟ كيف كنتوا تهيئوا له؟ بس تيجي خبر من ثاني بلد انه الليلة صيام. نعم. تنوه العالم، والله مرة مرتين افطروا وصاموا بالنهار. يجي خبر صيام، يجي خبر بعدين بعد ساعتين افطار. ما فيش لا راديو ولا في خبر. تجي من بعضها لبعضها القرايات خبر بعضها. طيب حج، يعني الاباء كانوا يشتروا لاولادهم ملابس على العيد؟ جديدة؟ على العيد؟ ما في ملابس جديدة يا حجي؟ ملابس ملابس للاولاد الصغار من الخزائن مليانة، مش مثل اليوم. ليش ما تجيب لي على العيد؟ تم اول خزانة 100 سنة ما بتهري. اليوم خلينا شغل كفر اليوم كله. اما انا بقول لك الاولاد الصغار لو والله يشتروا لهم شغلة اللي ينبسطوا فيها. طيب حجي، صلاة العيد وين كانت تقام؟ بالمنزول. بالمنزول؟ طيب بعد الصلاة وين بتروحوا عمي؟ بعد ما خلصنا صلاة العيد نطلع كلياتنا على المجنة. المقبرة. نيجي من الزاوية الغربية نصف ونقرأ الفاتحة، ندور على الزاوية الشرقية نصف ونقرأ الفاتحة، نشمل على الزاوية الشمالية. شايف كيف؟ نصف ونقرأ الفاتحة، بعدين نعيد بعضنا وندور على البلد دار إحنا اللي صلينا العيد. نعم. نعايد بعضنا بعدين كل واحد يروح على داره على أهله. هيك كانت الحياة. طيب كانوا يوزعوا شيء على المقابر يا حجي؟ النسوان هاي تاخذ قطين وتاخذ زبيب وتاخذ كراس بيض مسلوق ومع قشر البصل يصير يحمر البيضة. هيك الحياة كانت ماشية. على المجن هاي شغلة النسوان هي طبعا على المجن.
طب حجي شو كنت تاخذوا لارحامكم في العيد؟ والله الحلو اللي كان موجود. حلو يعني؟ لا حلو. مش قماش مثلا او فلوس او كان نوع ثاني. طيب حجي هلا حلو اللي موجود يروح يعيد. الاولاد الصغار كانوا ياخذوا معايا يا حجي؟ شو ياخذوا؟ معايا عايدوهم فلوس؟ الصغار؟ بعطوهم قرش. وهذا القرش مو احسن من 20 قرش اليوم. احسن من 20 ليره يا حجي. ليش بقى عايشين ببلاش يا زلمه؟ طيب يا حجي في مراجيح كان عندكم يا حجي؟ لا، احنا بالبلد ما حدا عمل مراجيح للاولاد. نعم. هاي عايش فيها وما عرفها. لا ما صارت. طيب حجي شو كان يختلف العيد الاضحى عن عيد الفطر السعيد؟ عيد الاضحى هذا اللي بده يضحي عنها. نعم. يضحي، اللي ما بده يضحي ما عنده فيه. لكن باقي الطقوس نفس الشيء يا حجي. نعم. اي نعم. لا ما الاعلام ما تغير من عندنا ولا شيء يتغير. من مواعيد ل 48 لعت عمري 48 انه ما تغير عندنا بالبلد لا مشي ولا معامله. طيب يا حجي المولد النبوي الشريف بك قاعد له هيبه. نعم. الخطيب اللي بقرا معه الكتاب تبعه البلد واحد قاعد عندكم الشعير يحرك مشاعرات بس الشاطر اللي بده ياخذ شويه مشاعرات طلع من المولد يعني. نعم. قريت المولد ويبخروا المريض والطفل يدخنوا له منها بيت الناس قلوبها يا زلمه عارفها ربها. والله كان يدخلك بس اعطيني حتى شعير من المولد. طيب حجي خميس البيض سامي في خميس البيض؟ ما فيش خميس بيض. هذا البيض بس نهار العياد. بس. كان النسوان يجيب لها الطاسه وحط القشر البصل فيها وبس ما عندها بيض 20 30 بيضه تحط فيها وتسلقه هو قشر البصل لما يستوي وانه طالع احمر مثل هالميات هذاك البيضه طالع حمر. نعم. الاولاد يدورون نهار العيد على الدور تعطيه قاعد تقول لها لا بدناش قاعد انطيه قرص قرص يقول لها بدنا بيضه تقول لهم تكرهوا شيء مع انها البيضه مسلوقه بقشر بصل حمرا الولد بده بيضه خلاص ايش فايده. طيب كنتوا تتقامشوا حكي فيها؟ تتقامشوا؟ ابليس منه ليش ابليس بده؟ هو ابليس كل عصر انا سالت عن ابليس. تتقامشوا في البيض؟ انا بقول لك جيب بقى انا معاهم يعني هاي دوري انا يعني وانا ولد. نعم. لمينا من البيضات من البلد كلها. انت صار معك 10 بيضات انا صار معي 5 انا صار معي 20 نشك وكله مسلوق بقشر البصل. نيجي بعرق الحيط على درجة الشمس نصف البيضات كل واحد يعلم بيضته يصير القرص هالقدي الذبان اللي بتهدي على البيضة هاي صاحب البيضة باخذ بربح البيضات هذول كلهم. لا سلام. هاي صارت مع العيد انا اذا انا شيطان من ما فتحت انا ابليس مش بني ادم. سلامتك يا حاج. لا اللي انا لا ما هي الحياة اللي انا عشتها مش ناسيها. احط هي الراحة منها. بس عليك نتفة الراحة بثمي شايف كيف؟ عليكها اروح احط منها على راس البيضة شايف كيف؟ تيجي الذبانة وين بتهدي علي؟ محل ما في حلو. والله يوم اروح 20 بيضة معي مسلوقات حتى. علشان ايش؟ عشان الذبانة هدت على البيضة تبعي. هيك بقينا احنا يا الاولاد هيك متفقين يعني وعايشين. طيب حجي كنت تروح على موسم النبي موسى او النبي روبين او النبي صالح؟ ما قامت مع الناس. منطقتنا في منطقه ببيسان ولي اسمه الحلبي عليها شرشيح كل واحد يشتري نص قماش ابيض واخضر وكذا وغزوه باسطور تبعه دور عليه انه تحتيه كنز ذهب هذا عملوه قال اسكت يعني بقينا على البركه عايشين. طيب حجي كم مقبره كان عندكم؟ مقبره واحده ولا اكثر يا حج؟ كيف؟ مقبره واحده كان عندكم ولا اكثر؟ مجنه؟ مجنه لا واحده. وين موقعها من القريه؟ شرقي البلد. شرقي البلد؟ اي نعم. حجي كانت مقسمه للعائلات ولا وين ما تجي تدفن؟ كيف؟ لا ما في. نعم. اي
طب لما كان يتوفى واحد من القرية يا حاج، كيف كانوا الناس يدروا في الحال؟ صلى على النبي. اللهم صل على محمد. ليش بقت العالم الله مبارك فيها؟ إذا مات واحد بأيام الحراث كلها تحل الفتن وتروح. إذا مات واحد بأيام الحصيدة كلها تروح. نعم. البلد ذكر وانثى تلاقيها كل حادة أكثر من أمه وأكثر من أبوه. البلد ذكر وانثى. والشاطئ اللي بده يجيب حجر، اللي بده يجيب سرارة بس. بقينا ابن دمين، بقينا ابن دمين. إذا بقينا ابن دمين بقول لك. طيب حجي، المتوفى وين كان يتغسل يا حج؟ يتغسل بالدار. والصلاة عليه وين بتتم؟ الصلاة بالدار. بالدار مش في المنزول يعني؟ بالدار. طيب حجي، كنت تأخذ بخاطر أهل المتوفي على المقبرة ولا ما يروحوا؟ شو نأخذ؟ بخاطر أهل المتوفي. آه. على المقبرة ولا لما تروحوا؟ لا والله على المقبرة، نودع بعضنا، نعز بعضنا، كل واحد يروح بعضه. طيب كم يوم كان العزاء حجي؟ لا ما فيش، يومين ثلاثة بس مسافر. طب أهل المتوفي كانوا يتلقوا عزايم من ال القرايب من دون ما تعزمها يوم يدروا إنه ببلدك بعيد عنك إنه متوفي. القرايه اللي حول البلد هاي كلها تيجي هي وخيلها وظلمها تعزي تعزي بعض البلاد البلاد اللي ليش بقول لك احنا بقينا ابن دمين. طيب يا حجي، في حدا من ابناء قريتك ادى فريضة الحج قبل النكبه؟ الحج؟ حد راح على الديار المقدسه قبل النكبه يا حجي؟ من البيره ما واحد راح على الحج ولا من كوكب ولا من كفره. طيب يا حجي، لما كان واحد بده يتزوج، واحد بده يتزوج، انت تزوجت هون ولا هناك يا حجي؟ تزوجت ببلد هون في البيره. تزوجت؟ انا؟ نعم. انا كتبت كتابي بشهر ثلاثة وبشهر خمسة صرنا لاجئين. خير وبركة يا حجي. طيب يا حجي، تزوجت هون لما مات ابوي شهر 12 ليلة 17/2 كانت المدفعية عندي شغلة. ضرب مدفعية على باب الواد. نعم. كيف يسمي؟ ما لك فات كيف. طيب يا حجي، بعدين مش ناسيها. وشو صار كمان؟ ضربت أربع قنابل وقمت غسلت وروحت على الجامع فتحت لحي الحاتم بعد الخطيب ما اجى وضويت البنورة نمرة ثلاثة. يوم اجى هذا بقى جايب من ما الله يرحمه الاخرين. قال لي هاي اول مرة بشوف عريس فتح الجامع قبل البلد كله. قلت شو بعد؟ اكثر من اربع قنابل اللي فجرتها الليلة. طيب يا حجي، لما كان واحد يتزوج شو كانت يعني الإجراءات؟ صلى على النبي. اللهم صل على محمد. اول شيء البلد اللي فيها العرس القرايه اللي حواليها كلها تجي بهجر. انا قصدي قبل هيك. قبل اما العادي اللي عندنا في حاره للبلد، حاره بقى فيها العجال وكل شيء يعني كلهم نص الدور يعني. نعم. وسيعه هاي يصير فيها السحجه. طيب حجي، قبل هيك يا حجي، نعم، قبل هذا الموضوع، لما واحد بده يخطب وحده شو بيعمل يا حجي؟ شو بيساوي الاول؟ ولا بيساوي شيء. يودي امه يودي اخته؟ متى ما اتفق وامه، متى ما حط عينه على ولا اخته ولا امه. هذا تقول لك عندنا ليش بيختلف اليوم؟ لانه هاي عن ابو جد الجيران عارفين بعضهم. عظيم يا حجي. كويس. طيب لما تروح الجيران، ابنك قال لابوه انا بدي بنت فلان. وين؟ نعم. ابوه شو سوى؟ اخذ كم زلمه وراح جاء طلب بنت فلان. كتب النصيب في واحد بالبلد عقد العقد. مين هو واحد؟ واحد محمد الصالح، هذا كان معدوم بالبلد يعقد العقودات. عقد عقدي انا بشهر ثلاثه وبقول لك انا بعد شهرين صرنا لاجئين. طيب حجي، تتذكر شو كانت قيمة المهر؟ هاي المهر اتفاقية. يعني شو اللي كان متعارف يعني عليه؟ يعني أدخن بنت بفلسطين ما لحقتش 150 دينار. أنا بدي في البيرة بالذات، قديش وصلت يعني؟ البيرة أقل من 100، 120 ما فيش.
انت كم مهر زوجتك عليها رحمه الله؟ اي اخر شيء كتبوها 300 بشرط النام. كرت النام. طيب حجي، كان يختلف عليها رحمه الله يا حجي. عليها رحمه الله بقول. منو؟ على الحجه. وين الحجه؟ نترحم عليها حاجتك. حاجتي وين هذه؟ الله يرحمها. وين هو؟ ما فيش شغل الحجات. اللي ميته. طيب ما فيها طاقه الا خبص، ما راحت على خالص. اللي بطن الارض مش بتجيب شيء، مو مش موجود هون. بدنا نترحم عليها يا حاج بس. الله يرحمها سلام. ايوه. ويرحم اموات المسلمين قبلها كمان. نعم. طيب يا حجي، كان عم المهر كان يختلف من واحد قريب وين واحد بعيد؟ والله حسب الرغبه وحسب الاعتراف القديم له تاثير بهالمحطات هاي. نعم. اما اذا فجاه يعني اجى واحد من ثاني بلد وطلب، هذا بتيجي طريقه يعني بدها شد شوي. طيب عدد الجهه كان كثير حكي ولا بسيط؟ الجهه؟ كم واحد يكون الجهه يعني؟ جهه حسب أربعة خمسة مش أكثر في الجهه يعني. نعم. طيب كانوا يعملوا لهم شيء عمي اهل العروس مثلا للجهه؟ يضيفوهم شغله معينه؟ لا العاده اللي ماشي بكل القرى بتتم العاده اللي ماشي، يا في غدا يا في عشاء، هاي اللي اذا كان من ثاني بلد كمان. نعم. حتما يعني الذبيحة حتى تنزل لبنها وسمنها عن صاحبها. طيب يا حجي، كان في يعني أولوية لابن العم على غيره من الناس؟ ما هو أنا نصاب، أنا اللي وقعت فيها هاي. كيف يا حجي؟ أنا إخوالي العمرية صليت على النبي. اللهم صل على محمد. الشجر اللي بكوكب اتصلوا باب البنت اللي عايشة معي بالدار وبكل أنا وياها. وطمعوه بالمهر. وهذا أبوها، أبوي اللي رباها يوم مات أبوه. بعدين سرحوا مع قطة المعزة اللي عندي. والبنت هاي أمها من أخوها، من أخو أبوها. أبوي الصغير في يوم طلعوا من عرب بوني زمان تركيا. حسن الكبير بالعمر، من بعده بيجي العبد. أبوي طلع معهم مع صلاح وأولاده الكبار، عمره 3 سنين من عرب بوني قضى جنيه. زمان تركيا هاي واحد. عندي أنا يعني أبوي اللي أعطاني كل شيء يعني. الله يرحمه مات المؤمنين. وين سكنوا 3 سنين؟ ببلد اسمها شعاره شرقي جبل الطور، شرقي الناصر يعني. قعدوا هناك 3 سنين. ابوي صار قديش؟ صار عمره 6. قاموا حمل اولاده، صلاح حمل حسن والعبد وابوه وابوي، اجوا على البلد هاي على الشفا اسمها البيره. وهنا الناس بقت اكثرها مو ساكنه. وهنا الناس ايش شو متمدن، صار عامر خش وعلى البيت على ظهر الارض يعني، صار يشوف الشمس. اي هذا اللي يعمر يسكت يهنون. طيب حجي، خلينا في موضوع انه ابن العم له اولويه. طيب البدل حجي كان متوفر؟ بقر؟ البدل مبادلة. البدل كان ماشي. كان له مشاكل يا حجي؟ لا ما لا هو كان موجود هذا البدل. إله مشاكل حج البدل؟ مشاكل ما فيش. أنا بقول لك المشاكل كيف؟ يعني صارت معنا هون بالأردن، أنا بوعر وبحور بحتى من ما فيش نص كيلومتر. المهم بدنا نجيب العروس منين؟ وقت الدراسة يعني بهالصيف. رحت أنا مع أهل بوعر. وأنا بدهم ببيحت الشباب بقى في مخفر للشرطة حتى حاتم من شمال مخفر المنارة. يا ابو يوم تيجي ببالي وبلشت الناس احجار لبعضها البعض. انا جيت على لوح فكيت الرطيبه منه وبلشت وين في ثوب اسود اسجن، كل ما نهديت ثوب النسوان تعلق اجل وانا بحوض. والله هديت الحالي بهاي الشرط اللي معي، والله فكيته من اللوح اللي صاحبه من الحالي. وهذاك ظلم الجراحات وشف والله خبروا المخبر انه جاي على هالخير اثنين يا حبيبي. علي المفضل مختار بعضه يمكن طيب الله يرحمه، والله زلمه الله زلمه.
محمد السمين هو بيت سمين لابو عرب بس هذا كبير. طيب حجي تتذكر شو كانت كسوة العروس يا حجي؟ شو هو؟ الكسوة. كسوة من القماش اللي بتهيأ موجود. كم ثوب حجي؟ شو أشياء ثانية؟ من كل شكل قطع يعني بس. يعني. طب كان في خزائن ولا كان في؟ صار بعدين صار في خزائن. شو كان قبل يا حجي؟ قبل كان في صندوق قد هالطاولة هاي. نعم. المدعو بقول هاي فاتي وصاج. صندوق. مثلا ولو قفل علوها قد هالطاولة يعني قد نص طاولة ولو غطى مسكر لما تمدنت العالم الضوء تغير السراج تغير البنورة نمرة اثنين تغيرت طلع طلع الشمع دان بعدين طلع الدوكس مات الشمع دان يعني شغلة. طيب حجي كان في شيء اسمه هدم العم أو هدم الخال؟ معلوم هاي بكل الفلاحين موجودة موجودة أنا أبو جدتي وراثي. نعم. وإله الحق. طب حجي لما كان يتحدد موعد الزفاف. نعم. كم ليلة كانت التعليلة؟ ثلاث ليالي وبس. ثلاث ليالي. قبل ما يروح العريس. طب وين كانت تقام التعليلة حجي؟ بالحارة كلها. يعني مش عند بيت العريس. والله العظيم قد ما كانت لي حياة. مثل ما تقول العريس حبت وين بالحارة السحجي. القدر هذاك الشاي على النار ما فيه العريس يجيب يجيب محارم من هذول الصغار يجي عليه نجم يجي عليه كذا يورق يوزع الشباب مشان ينقطوا الشباب قديش ينقط يا يوم تيجي هاي حياة هذا اللي ينقط قريش المحرمة تنتلي بروح شوي هسه بحكي معك ايوه حجي كل شيء بوقته. طيب حجي كيف كانت طريقة الدعوة للعرس يا حجي؟ دعوة شو ما فيها شيء شغلة بسيطة أما اتفق وخلص لا يعني كيف تدعو للعريس يعني تدعو الناس للزفاف يا حجي؟ يعني تودوا مكاتيب تودوا هذا بعد ما العقد وحمموا العريس وطلعوا وين؟ طلعوا على السهل حد البلد اللي عنده قديش اللي عنده غسيل يصير تراد ميدان والناس تتفرج على هاك سبق هاك سبق كيف بقت العقل أو يجيبوا العروس من بلد ثاني البلد هاي هي وجحة وشو خيالها كلها تروح تجيب العروس من بلد لبلد أنا منهم والله من كوكب للبير إني وأنا قاضب رسني الفرسين وفي برقبتها بحرة منديل أخضر حتى الحاطين بعد من طيبة طيب يا حجي شو كانوا بالليل بالتعليل شو كانوا يعملوا؟ تعليل؟ بالتعليل شو كانوا يعملوا؟ عن دبكة ولا سامر؟ سحجي ودبكة بس على نار الحطب ما كانوا يجيبوا ما كانوا يضوا لوكسات أو لمبات أو مش لمبات بذاك الأيام على الضوء يعني على النار يا حاج على النار بس طب كانوا يضيفوا الناس إشي في الليل يا حاج في التعليلة؟ شاي قهوة إشي؟ هم يقول لك القدر على النار الشاي والقدر قدر نحاس مرض سنكتين مي والنار تحتيه طيب حجي والحداية اثنين من وين الحداية هم؟ الحداية يبقوا من قضنابلس نبنم شو اسمعهم يا حجي تذكر؟ نسيت حاجة نسيت كان في واحد اسمه الرناوي وواحد اسمه الحطيني اها شفت عاد هذا انت عرفته طيب حجي من بلد لبلد يضربوهم مشان يستحجوا العريس كان يتحنى يا حجي؟ يتحنى معلوم وحنى الشباب كمان والعروس يا حجي؟ والعروس حننا النسوان طيب كان العرس مختلط ولا؟ لا أبداً؟ هاي الدار العريس طيب العريس وين كان يتحمم في بيته ولا عند أصحابه؟ دار والزفة يا حج وين بصير؟ الزفة هذي عاد الشباب واحد من الزاوية عازم يبقى يحمموه ويلفوه لبرا عاد على السهل ماشي ولا على؟ ماشي مش على الخيل؟ لا الخيل هي راحت مشان الميدان بصير في طراد يا حجي الطراد اللي مع البلد باجي مع العريس وهذا مشان يتفرج على الميدان بس هذا كله بيام الصيف بصير في شفوي ما في ميدان قرب البيادر كله طيب حجي اذا رحتوا جبتوا عروس من برا كان فيه ذبيحه الشباب نقول لك ذبح بايام فلسطين يا حجي مش ايام حاتم
بأيام فلسطين بحكي. نفس الشيء مضرب. إلا وأنت وينك؟ طيب يا حجي العروس لما كانت تنزف. تنزف مشي ولا على خيل؟ إذا من ثاني بلد على خيل. وإذا من جوا البلد؟ من جوا بتطلع من دارها يمشي لمحل نسوان للدار الثانية. ومن ومنين تيجي؟ من مطرح ما فيهوش ظلم لا بليل ولا بنهار كمان. طيب حجي أهل العريس بيعملوا غداء؟ بيعملوا. شو كان غداكو يا حجي؟ من عدا شو من عدا الرز والسمن يعني شو فيه؟ مناسف يا حجي؟ مناسف العشور إن شاء الله سترك عضابه. حيطه هيك هيك جبل نحاس. نعم. وفي منهم له حلقتين الكبير زلمتين يحملوا يحطوا قدام العالم. ممتاز. قال لك ايه؟ طيب حجي كان العريس يتنقض؟ يتنقض ما بقول لك جاي يجيب محارم بالاول يفرق على الشباب. محارم؟ محارم هالقد هيك وشي حمر وشي خضر وشي نجم على يمين تصوير نجمي. النقوط عادي يقعد واحد يصيح خرب الله عليك يا فلان هذا نقوط وقديش؟ أكبر واحد ينكد قرشين بهذاك العصر. نعم. قرش هذا ينكد قرشين لا تسولفش هذا كثير هذا لأنه حق 20 بيضة القرشين. طيب العروس كانت تتنقض يا حجي؟ نسوان كانت لأنه هن اللي حنن هن وبناتن وبدنا كل الكل كلها تتحنن كل البلد. حجي طيب كان في ناس ينكتوا قود؟ معزة أو خرفان كان في حدا نقط هيك حجي؟ لا هاي كانت عند العرب البدو الفلاحين. لا البدو إذا واحد منهم ما عندوش منوحة. نعم. يجي واحد صاحب حلال كله خور هاي رأسين معزة حطن مع الراعي لك أحلب وكل وخور. العرب عندهم هاي موجودة يعني. الفلاحين لا الفلاحين خذ وتعال جيب طاستك وعبي شنين وخذ لبن كيس خذ. اي نعم. طيب حجي يعني بعد الغداء وبعد نقود كنت تودي العروس العريس على غرفة على بيت العروس يا حجي؟ على بيت الدخله يعني. كان ينضرب العريس؟ لا ابدا. لا. ولا مطرق ولا عقال ولا بعرف وين اروح انا وابوي عن قرابه لينا من بيسان رحنا لهناك اسمه احمد وابوه محمد الشيخ سعيد. والله اني واقف بعيني النسوان حاطات فراش اعلى من هاي المروحه موقفات العريس اللي عرف عليها والشباب جابوا بغنائم وصفقوا بهر خير بهر خير زراعي تفاف بين النسوان ظلوا شباب برا وهو كمان معه خزر بلش بالعروس. والله جاء زارني هون قبل 30 سنة 40 سنة سأل عني وأجله هون من عربوني اللي الوقت كان بالزرقة فاتح صدرية وذكرته فيها. بعدين العريس فات وين بنطلوا الشباب في ديوان يعني عند فلان مثلا عند دارك بنظرة تجيب إشارة إنه دخل عليها ولا لا؟ أبداً. حضرت مني بعربوني ولا رحت مع الناس قعدنا عقد يوسف لطرش صاحب يعني عنده عمر كبير كل شباب انجمعت بها العقد والله ما في ساعة زمان إنه بقت الشورى البيض هاي إصبهاني حق قرشين بقى وانه معبيها من كل حلو شكل ونقطات الدم تبع الاخذ على خطر المشروع الحال يعني انه جبنا لا تحكوا واذا ما جاب هاي الصبح بيعملوا له محاكمه قدام الملكه العروس ابدا بيت العالم فاضي لها الشغل. طيب حتى في البيره يا حجي كان يجيب علامه؟ شو؟ في البيره هي نفس الشيء ما بقول نفس الشيء هاي الشغلات التلفتها كلها بيضة بيسان موجودة. طب حجي كان في شيء اسمه صباحية العروس أو صباحية العريس؟ عروس ما لا العروس صباحية حجي طوعية؟ صباحية نعم يجيبوا لها أهلها. أها شو يجيبوا لها؟ شنو الموجود العادة يا للزبية يا محمر يا فطير
الحياة قليل على يعني غدر الأمر. طب في ردة رجل يا حجي؟ ردة رجل فيه؟ ردة رجل المدينة وبده يحملها ويجي هو وخطيبته عندها إلها يجيب الذبيحة معه الغدا بصير إله ولأهله كله. طيب حجي بعد إذن حضرتك بدنا ناخذ استراحة ونتابع حديثنا إن شاء الله.